طيب انا يا دكتور كان في عندي اعراض، بلشت في وجع في الراس، في تحت الجمجمة هيك في منطقة الرقبة، تشنجات في العضلات، والام بتيجي من الرقبة وبتنزل على الاكتاف. بعدين بلشت اعمل بعض الشغلات، اخذ ادوية، اخذ مسكنات، شغلات لتليين العضلات، صارت الامور تخف شوي وترد ترجع، بس ترجع بانه الاعراض صارت تنزل على ايدي، صار يتبعها نمنمة، صار يتبعها خضران في الايدين، صار يتبعها عدم قدرة على التحكم في الايدين. ما وقفت على الموضوع هاب، بلشت الاعراض تزيد، باخذ علاج طبيعي كذا، بحس انه الاعراض الالم في الكتف وفي الرقبة راحت شوية خفت، بس بحس انه النمنمة في الاطراف صارت تزيد، نمنمة مش بس هالمرة في الايدين، صارت النمنمة صرت اشعر فيها في الرجلين، سواء اجر اليمين ولا اجر الشمال، لسه مش بس النمنمة، بقدرش اتحرك، صرت احس حالي مع اي حركة قاعد بتعب كتير، ما بقدر اقوم، هذا دليل على ضعف عضلات وتغيرات عصبية. التغيرات العصبية هذه اللي صارت، شو الشغلة اللي ساعدت من الشغلات اللي بنطرحها؟ بتقول انا عملت المخدة، هاي المخدة الطبية اللي هي الف فوطة بشكل اعملها رول، وفقط نمت عليها، اخذت بنصيتها ونمت على الرول هذا بالطريقه هذه، فشايفين كيف الرقبه في هذا الرول بتكون محافظه على الوضع الطبيعي. بمجرد ما صحيت من الصبح لقيت انه في تحسن، والاعراض النمنمه والخضران هذه في الايدين حسيتها خفت اكثر، وبحس براحه فقط مجرد اني نمت على ظهري على البشكير هذا، طبعا مع مخده رقيقه اذا بترتاحوا او بدون مخده. يعني هذه الشغلة الوحيدة اللي هي سوتها اللي جابت عندها نتائج. ماشي، هذا بعطيني إشارة كويسة كتير لازم تهتموا لها. الإشارة هذه إنه كل هالأعراض هذه كان مصدرها ومصدرها موجود في النخاع الشوكي في منطقة الرقبة، وعدم تحريك الفقرات بالطريقة الصحيحة والإلقام السيئة وتغيرات ممكن تكون عمرية degenerative change، يعني تغيرات في الفقرات، روماتيزم، هشاشة، صلابة، بيعمل عملية التضيقات والضغط على النخاع الشوكي. هاي شغلة. والشغلة التالية، تحريك الرقبة بطريقة خاطئة، وجود عدم ثبات في فقرات الرقبة، عدم ثبات بالفقرات،